روسيا ليست البادئة هنا، روسيا كما قلت هي تدافع عن نفسها وعن مصالحها. أما ما يخص العقوبات، نعم يعني العقوبات يمكن أن تؤثر كما قلت على الاقتصاد الروسي، وهي غير قانونية لأنها ليس لديها لها أي مصوغ يعتمد عليه، لا حلف الناتو ولا يعني لا أمريكا ولا الدول الغربية. والسبب هو كما قلت أن الأوضاع في أوكرانيا وتقدم حلف الناتو إلى حدود روسيا. لكن ما يخص روسيا، نعم لديها الكثير إذا ما تعرض اقتصادها وكانت العقوبات حقا قاسية عليها، لديها الكثير يمكن أن ترد على الدول الأوروبية خاصة. وحتى الآن رغم أن كل العقوبات التي تفرض على روسيا أو التي فرضت حتى الآن هي لم تؤثر كثيرا، وهذه عقوبات متوقعة. وبالأمس رئيس الوزراء الروسي قال صراحة يعني نحن ننتظر عقوبات من أوروبا ويمكن أن تكون قاسية، ولكن عندما تقوم القيادة الروسية بوزن العقوبات أمام الخطر وسلامة الأمن القومي الروسي، أعتقد اتخذت القرار، وهذا قرار صائب. وأعتقد أنها أيضا تعلم ما هي ردود الفعل، ولديها أمور وخيارات أخرى يمكن أن تلجأ إليها. يعني روسيا إذا ما تمادت الدول الأوروبية بطرق العداء وبعقوبات قاسية، نعم يمكن أن تتخذ في النهاية قرارات متعلقة بالطاقة وبالنفط وبالعلاقات التجارية مع أوروبا. ولكن من جهة أخرى هذا لا تتخوف منه روسيا كثيرا، رغم أنها تأسف إذا هذا حصل، ولكن روسيا لديها علاقات مع الصين، لديها علاقات مع العديد من دول العالم الكبرى التي بحاجة إلى نفط، بحاجة إلى غاز، بحاجة إلى علاقات اقتصادية وتجارية، وخاصة في آسيا، في أفريقيا، في شرق آسيا. لذلك أعتقد أن ما يجري الآن هو حقيقة صراع بين الولايات المتحدة وحلف الناتو من جهة، وروسيا، وهنا لا ننسى الصين. يعني إذا ما ضعفت روسيا واستسلمت أمام الضغوطات الأمريكية، أعتقد أن الدور واصل إلى الصين. لذلك هذا لا يمكن أن يستمر، والصين تراقب وتعي ما يحدث. لذلك مواقف الصين هي مواربة ويعني ومصاحبة للمواقف الروسية ومتفهمة لها، وهي تقول أن الأسباب ليست روسيا هي المسؤولة عنها، وإنما تقدم الناتو، وهي أيضا تعيش عقوبات اقتصادية عليها، وهناك تحرشات بها في منطقة شرق آسيا، وأيضا لديها قضية تايوان تشبه كثير ما يحصل الآن في أوكرانيا وروسيا. هنا يعني يظهر مدى عدوانية السياسة الأمريكية التي تريد محاصرة الصين اقتصاديا ومحاصرة روسيا عسكريا من أجل أن تبقي على العالم كما كان سابقا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والعودة إلى عالم ذات القطب الواحد والاستئثار بالقرار الدولي. هذا لم يعد مقبولا، وليس باستطاعة الولايات المتحدة العودة إلى هذا الوضع، لأنها جربت وأرادت ولكن لم تنجح. يعني حتى بالقوة العسكرية لم تنجح، ولا أعتقد أنها الآن بقوة الحرب الناعمة، بقوة الثورات الملونة المدعومة والممولة من قبلها من أجل الإتيان بأنظمة موالية لها. طيب العالم تبدل، الدول بدأت تعي وتريد الدفاع والمحافظة على مصالحها، وأن يكون ذلك متوازن بين كل الدول.